عبد الرزاق، عمري 14 سنة. عندي 4 أخوات، أختي أكبر مني وأخواتي 2 صغار. وصلنا 8 أشهر جايين على تركيا، جينا مشان الحرب والضرب. نحنا كان عنا محل بحلب، عم نشتغل بالمحل أنا وأبوي وعمامي 2، عم نشتغل. وأول نهار فتحنا المحل بعد العيد اجت ضرب على المحل كتير يعني. وطلع أول شي طلع عمي احترق ومات، وطلع عمي الثاني كمان احترق ومات، وضل أبوي جوا وأنا ضلينا جوا بالمحل. عند اللي يجد يطلع أبوي قام أنا ضليت جوا، وأبوي طلع احترق، بس وأنا عمامي كانوا ميتين يعني. وأبوي احترق وشالوه على الإسعاف. بعدين أبوي طلع من المحل جابوه على تركيا لهون. نحن بعد 5 أيام جينا لهون، جينا طلعنا من طريق مشو يعني، مشينا 7 ساعات توصلنا لهون. بعدين وصلنا لهون بعد 20 يوم جينا خبر انه مات ابوي بمالاتيا، ودفنوه بمالاتيا حتى كمان، ونحن ضلينا هون. نحن كنا دخلنا على كلس اول شيء، بعدون كان ابوي بكلس، وطلعنا من كلس بالباص وجينا لهون. قعدنا عند بيت عمي شهر، وبعدين طلعت عم ندور مندور على بيت، ولقينا الحمد لله هذا البيت، وجينا انا واخواتي 4 وقعدنا وامي، وقعدنا هون في هذا البيت. انا عم بشتغل هون بالصناعه، عم باخذ بالشهر 600، وندفع ايجار البيت 250. وانا يعني الحمد لله، وكنت يعني ريد ادرس واصير دكتور، بس الحمد لله هيك الله كتب بدي انا اشتغل وبدي اقطع بطلع اهلي يعني، والحمد لله رب العالمين. رمضان الماضي بسوريا كنا وضعنا يعني كثير، رغم هالضرب وهالحرب كان فوقنا ابوي، والحمد لله يعني كنا نعدي بازمه كبيره، بس مع هذا الشيء في بلدنا الحمد لله يعني كنا مرتاحين ومأمنين. وباي جينا لهون اول رمضان يعني مر علينا صعب، وابوي ما معانا يعني، بقى الحمد لله يعني ما بنطلع بايدنا نساوي شيء. رمضان بسوريا يعني غير رمضان هون، هنيك يعني الواحد يفطر، يجي لعنا هالخلق، نروح على هالتراويح، هالصيام، هالقرآن. أما هون يعني قاعدين لا شغلي ولا عملي، قاعدين طول النهار في هالبيت، وما من يعني ما بنحسن نساوي شيء غير قاعدين بنقرأ القرآن. الحمد لله عم نصوم، الحمد لله رب العالمين. الأسد عم بضرب بالبلد، عم بصير حرب كتير، وعم بضرب يعني قنابل عم تحرق وبتضرب الخلق كتير. وإن شاء الله بس خلص الحرب إن شاء الله رح نرجع لسوريا، والحمد لله أنا ماني زعلان، أبوي الحمد لله مات شهيد، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.